عليكم، انا محمد من قناة ايفوي. عدد من سلاسل الالعاب موجودة من فترة طويلة في السوق. سلسلة مثل ماريو يمتد عمرها لاكثر من 30 سنة. بعض السلاسل الاخرى مثل توم بريدر وانشارتد وجيرز وغيرها من السلاسل اكملت اكثر من 10 سنوات من يوم ما طلعت للسوق. للحفاظ على صحة هذه السلاسل وادائها في السوق وتقبل اللاعبين لها، تقوم الشركات بالكثير من التعديلات والاضافات لتغيير السلسلة للافضل. بعض هذه التغييرات تشمل اصلاح مشاكل او التخلص من نواقص موجودة في اللعبة، وبعض هذه التغييرات تشمل تغيير أساس اللعبة بشكل كامل وإعادة بناء اللعبة من الصفر. في هذا الفيديو بنتكلم عن 5 ألعاب غيرت توجهها بشكل كامل، ونبدأ قائمتنا مع لعبة توم بريدر. توم بريدر هي سلسلة بدأت في سنة 1996. اللعبة كانت تعتبر من روائع ذاك الجيل بسبب الأفكار اللي كانت تقدمها وفكرة الألغاز الغريبة اللي تستخدم ممرات سرية تتضمن المياه للوصول إلى مناطق وأماكن أخرى علشان تحل الألغاز. طريقة تصوير اللعبة كانت ثيرد بيرسون، واللعبة كانت جميلة جدا على وقتها، سواء بنتكلم عن السرد القصصي أو الألغاز أو العالم أو الجيم بلاي أو التوجه الرسومي أو غيرها. توم بريدر استمرت على نفس التوجه لأجيال. اللعبة شهدت بعض التغييرات في أجزاء متعددة، لكن كانت دائما ترتبط بأساساتها الأصلية، وما عمرها غيرت هذه الأساسات أو تخلصت منها بشكل تام. ربما هذا كان سبب في تذبذب مستوى السلسلة وانخفاضها بشكل كبير. آخر جزء رئيسي صدر لسلسلة توم بريدر كان باسم أندرورد، والجزء باع 1.5 مليون نسخة فقط، وهذا الرقم كان أقل بكثير من توقعات إيدوس. في سنة 2009 انباعت شركة إيدوس لشركة سكوير إنكس، بما معنى أن توم بريدر ومطورينها كريستال داينامكس صاروا مملوكين من جانب سكوير. بتمويل ودعم من جانب سكوير، قرر فريق كريستال داينامكس إعادة بناء سلسلة توم بريدر من الصفر. وفي سنة 2013 تم إصدار ريبوت للعبة توم بريدر. الريبوت تناول قصة لارا كرافت من البداية على أنها الشخصية المبتدئة اللي في أول مهمة لها، مع أن أنا شفت شيء ثاني على الجزيرة يعني. توجه اللعبة نفسه صار سينمائي أكثر، الكاميرا صارت مختلفة بشكل كبير عن السابق، صار في عناصر RPG في اللعبة، العالم صار أكبر بكثير من السابق، اللعبة صارت تعطي طرق أكثر للتخلص من الأعداء. توجه كريستال داينامكس مع الريبوت أعاد حيوية السلسلة مجددا مع كمية الأفكار اللي تمت إضافتها للعبة. ننتقل للعبة الثانية اللي عندنا في هذه القائمة، وهي لعبة Resident Evil 4. سلسلة Resident Evil إجمالا مرت بالكثير من التغييرات، ربما بسبب أنها كانت من السلاسل اللي حصلت على أكثر من مخرج لها. Resident Evil 1 و 2 كان بهم تشابه كبير، لكن ربما Resident Evil 3 قدمت نوعا ما، خلنا نقول، تجربة مختلفة شوي عن الأول والثاني، بس مع ذلك أساسات اللعبة ما زالت موجودة. بس في Resident Evil 4 شينجي ميكامي قرر يغير أساسات اللعبة بشكل كامل. Resident Evil 4 قدمت نظام تصويب جديد في مجال الألعاب والمعروف باسم Over the Shoulder. نظام الكاميرا هذا كان في أن الكاميرا نفسها تكون خلف ظهر الشخصية لكن مرتفع لمستوى الكتف، فبالتالي تطلع الشخصية بشكل جزئي بدلا من أنها تطلع الشخصية بشكل كامل مثل ما هو الحال مع Third Person انظر الشخص الثالث. التغيير في السلسلة ما شمل فقط تغيير الكاميرا، بل ارتبط أيضا بتغيير بيئة اللعبة لبيئة قروية اللي ما بقول أنها مخيفة، بس كانت تسبب توتر شديد بالنسبة لي أنا شخصيا. أيضا ضيف عليها بأن شينجي ميكامي قام بتغيير الفينز نفسهم، فاللاعبين في تلك الفترة كانوا متعودين على الزومبيز في Resident Evil، بس بدلا من ذلك صاروا الفينز أكثر ذكاء من الزومبيز، كانهم بشر حتى، وعلى الأقل بعضهم يعني، وحتى أنهم صاروا يستخدمون الأسلحة البسيطة. وفي هذا الجزء تمت إضافة الشخصية الأسطورية اللي أعتقد كلكم تعرفونها من اللي لعبوا Resident Evil 4 وحتى سمعتوا عنها على الأقل، واللي هو هذا. Got something that might interest you. وبالحديث عن التغييرات في الألعاب، أعتقد سمعت بسلسلة Fallout، واللي ما أعتقد تعيش أفضل أيامها في الوقت الحالي مع آخر إصدار. بس سلسلة Fallout ما كانت بنفس الصورة اللي نعرفها حاليا. في الواقع سلسلة Fallout بدأت بالأساس كلعبة 2D استراتيجية، بالضبط هذه كانت لعبة Fallout اللي انت تشوفها حاليا، وهذا التوجه امتد مع السلسلة لجزئين. المطورين قرروا بعد الثاني انهم يغيرون أساسات السلسلة، ولهذا تم تغيير أساس اللعبة بشكل تام وتقديم لعبة
شوتر في عالم مفتوح ضخم جدا، لكن مع الحفاظ على عناصر الار بي جي اللي اشتهرت فيها السلسله، هالشيء اعطى لعبه بمفهوم وتوجه غريب بس جديد على المجال ومتقبل من جانب اللاعبين القدامى واللاعبين الجدد. واللعبه باعت اكثر من 10 مليون نسخه. وننتقل للعبه الرابعه عندنا في هذا القائمه، وهي لعبه نينجا جايدن. بالنظر لتاريخ السلسله، نينجا جايدن بدات على الاركيد وانتقلت لاحقا للنيس لتصبح واحده من اشهر العاب الثمانينيات. اللعبه كانت لعبه 2D اشتهرت بصعوبتها الشديده، ومع ان نينجا جايدن تعد عنوان ضخم جدا في الثمانينيات، الا ان السلسله اختفت ولاكثر من 10 سنوات بدون اي جزء جديد، حتى سنه 2004 حينما صدر جزء جديد من السلسله كان حصري على الاكس بوكس الاصلي وكان باسم نينجا جايدن. الجزء هذا كان عباره عن ريبوت او اعاده تصور للعبه والسلسله اجمالا. هذا الريبوت عرف ناس جدد على سلسله نينجا جايدن، بالذات مع تحول اللعبه للعبه هاكن سلاش. يعد جزء الريبوت الى جانب بلاك افضل اجزاء لسلسله نينجا جايدن في الوقت الحالي، وهذا الشيء براي عدد كبير من الناس بسبب ان هذه الالعاب حافظت على صعوبه السلسله الاصليه مع تبني توجه جديد مختلف تماما عن السلسله. وبالتاكيد كنت اتوقع قبل ما تدخل على هذا الفيديو بان لعبه جود اوف وور بتكون ضمن هذه القائمه. سلسله جود اوف وور تعتبر واحده من انجح الالعاب في تاريخ سوني. اللعبه قدمت تجربه هاكن سلاش ممتازه جدا على البلاي ستيشن 2 وما زالت قابله للعب حتى الان، ولكن مع الوقت ومع تقدم السلسله في العمر بدا الناس بالمطالبه بتغييرات للسلسله، وتوجه الالعاب اجمالا تغير بشكل كبير عن اول جزء من جود اوف وور. ايضا توجه سوني نفسها تغير وتطور مع الوقت، وبدات سوني تتحول لشركه تتبنى الالعاب السينمائيه اكثر من اي شيء اخر. ومع اداء جود اوف وور اسنشن المتواضع واللي كان اخر جزء لتجربه توجه اللعب الاصلي، هنا قرر استوديو سانتا مونيكا بقياده مخرج لعبه جود اوف وور الجديده تغيير توجه اللعبه بشكل كامل. جود اوف وور الجديده اصبحت لعبه اوفر ذا شولدر بعد ان كانت ولا جيلين لعبه ثيرد بيرسون. نظام اللعب تغير بشكل كبير، ولكن الاستوديو مو فقط حافظ على متعه اللعبه بل ايضا قام باضافه عدد من الافكار والاسلحه الجديده والجميله جدا، والاضافه عمق جديد للعبه. توجه اللعب القصصي اشوفه افضل بكثير من السابق. الاجزاء الرئيسيه كانت تحكي قصه مليئه بالغضب، بس في النهايه ما تحس انك متعاطف مع الشخصيه الرئيسيه. بس في God of War 4 العلاقه الابويه تخليك ترتبط بشخصيه كريتوس بشكل افضل، وتحسه واخيرا صار شخصيه فيها عمق اكثر من مجرد شخصيه غاضبه ودها تذبح اي شخص موجود في دربها. لو كان في تصويت او اختيار لافضل ريبوت اعتقد اجابته بتكون واضحه، بس ودي اسمع رايك بالتعليقات عن كل الالعاب اللي تكلمنا عنها. اي واحده من هذه الالعاب تشوفها قدمت ريبوت افضل وليش بالضبط؟ ويعطيكم العافيه، نراكم على خير في فيديو ثاني. في امان الله.